عندنا فعالية اليوم، الشباب قالوا نطبخ الطلي على الطريقة الإماراتية. ننقل لكم المراسيم الطبخ. سوينا النار وهذا القدر، طبعا ريحتها تفوح، اللي يشتم ريحتها خلي يتصل بنا ويجي الأرمينيا حتى نطعمه من هذا الأكل. أوكي، وهنا عندنا المشاوي أيضا، المشاوي أعتقد جاهزة ترى شباب، نقدر نتحمل. والأحلى من كل هذا الطبيعة اللي تحيط بالمنطقة، على ضفاف النهر، مغسلة بمي شرب، عندنا ثلاجة، وهذا فد منضدة صغيرة. راح نقعد بالفي وعلى ضفاف هذا النهر الجميل ونتناول وجبة الغداء. السلام عليكم. هذا ابو مسيس ما شاء الله عليه، ها رجل الادغال من الارارات للسياحة. هنا هذا امامنا كبد الخروف على الحجر، دا يشوه الشباب اسمه ايش قلت لي؟ المضبي. المضبي تطلع على الحجر هذا الحجره، شحم يخلوا له شويه شحم ويخلوا الكبد فوقه. وهنا هذا بالجدر شكو قلت لي ابو، وهذا اللي هو ابو نهيان المرق، هذا المرق وعقب يحطون عليه كبسه او على حسب الطبقه اللي يحتاجونها. هذه اكله خاصه اماراتيه نقول، ولا ممكن تقول كبسه، ممكن تقول مغلي مرق مثلا. انا متاكد اليوم اصابعنا راح ناكله ويا الاكل شباب. العافيه. اسوي لك مثلوثه. مثلوثه. مثلوثه اسوي لك. يقول مثلوثه، عشان هالمثلوثه ما اعرف يا شباب. انتظر تعليقاتكم اسفل الفيديو. نهر كاسخ في وادي أشتر. يا شباب طلعوا هنا بلاوي ترى، مو بس تكة سوونا التكة، سوونا المضبي، سوونا المسلوقة، وطبخونا ويا شنو؟ وبعد الشمسي مثلوثة، بعد مثلوثة أيوة، وأكو تصور مربوعة اللي هو مربوعة موجودة بعد. لا هنا جدر ايش فيها صار، وهذه الحين فيها الكبسة. هنا الكبسة يا ابو، الكبسة موجودة اللي هو عبارة عن رز ويا لحم غنم، ما أدري يعني. وهذا وش أبو مسيس؟ هذا تعال أبو مسيس. هذا هنا وين الضوء؟ خلينا نشوف الضوء. هذا هنا خبز تاردي والمرقه مال اللحم. حلو. ذوقه ذوقه. علمونا الشباب علمونا ناكل باليد، ها. شو رايك؟ روعه والله. بالعافيه. الله يعافيك. لحظه افتح. هذه المكبوسه جهزت. بعد 5 دقائق تلقون الجدر فارغ. هم راح اصور لكم اياه. وهاي المكبوسة، صحيح مكبوسة؟ أيوة. يلا ها كبسة، ها بالعراقي مكبوسة. هذه الكبسة باللغة الإماراتية، وبالعراق يسموها المكبوسة. ها بس كل بس، ها نعم كبسوا الحين. هذا الخروبات الأرمني، هو لحم الغنم اللي قبل شوية ذبحناه وسلخناه وقطعناه. أبو نهيان طعم الكبار، ورا ما كمل بلش يطعم البطوط. بكل كبسة رطبة أجر إن شاء الله، أجرك مقبول.
خطيت جوعان.